الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. القران العظيم لمن يشهد حفظ النفع وستر وحجاب الدنيا وفي الاخره الله يجعل حجاب النفع الله يمسك به الله يسترك الله يرضى عليك الوالدين الله يرضى عليك المشايخ المشايخ في المكان الله يرضيهم عليك الله يجعلك هو يا سيدنا المنتفع بهم وينتفعون بك الله ينفع جميع المسلمين والمسلمات في مشارق الارض ومغاربها الله يرحم الامه المحمديه جمعاء احياء وامواتا اللهم اغفر لذكرنا وانثانا ولحيينا ولميتنا ولصغيرنا ولكبيرنا يا ارحم الراحمين يا رب. والله ينفعك بالزيارات بالزيارات ان شاء الله والله ينفعك بالاحباب ان شاء الله والله يجعلك دائما مع الاحباب لا يفارقهم ولا يفارقونك والله يجعلنا النفع والحليب ديالنا يكون لك نفع والله يردك بخير وعلى خير والله يرد عليك الوالدين والله يفتح عليك الله يجعل رب العالمين يفتح عليك ببان الخير والله ينصرك الله ينصرك الله يكفيك هم كل شيء هم الاعداء وكل شيء والله يجعلنا واليك المجد واليك المصير ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غيرا للذين امنوا ربنا انك رب واحد سبحان ربك رب العزه عما يصفون ولا تعرفنا نعمتك بزوالها واجعل اللهم نعيم الدنيا موصولا بنعيم الاخره. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. في هذا الشهر الأغر المبارك شهر المولد النبوي الشريف كانت لنا فرصة أن نزور هذه الزاوية العلمية الصوفية زاوية سيدنا محمد بن عجبات الكرازازي في هذا الشهر الأغر، فنسأل الله سبحانه وتعالى قد حظينا بضيافة الشيخ سيد الحاج إبراهيم بن عجرات، نشكره على حسن الضيافة وعلى حسن الاستقبال، ونسأل الله سبحانه وتعالى لطلبته أن يجعلهم الله سبحانه وتعالى نبراسا وأن يجعلهم وأن يجعل علمهم نورا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لحفظ القرآن الكريم وللعمل به، لأن التلاوة والاستماع المستمران للقرآن الكريم إنما يبعثان الطمأنينة في النفوس، وكذلك في القرآن الكريم هو درع واقي من الطاقات السلبية وليس هو علاج فقط للأمراض، وإنما يزيد من أو يساهم في تنمية الشخصية البشرية ويزيد كذلك من تعزيز طاقاتها الإيجابية. هؤلاء الطلبة لسنا فيهم طالب العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا وأن يجعلنا علمهم نورا يهدي به الله من تبع رضوانه وسبل السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى هذه الزاوية إن شاء الله زاوية يجعلها إن شاء الله تاجا للعلم إلى أن تقوم الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود شيخها وأن لا يضيق عليه أرضا
وأن يجعل علمه يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله له وله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يقرن بالسعادة آجالنا، وأن يقرن بالعافية غدونا وأصالنا، وأن يجعل إلى جنته مصيرنا ومآلنا. نسأله من النعمة تمامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية دوامها. لمجاهدينا ربي يشفيهم ويعافيهم ويبارك فيهم ويأجرهم إن شاء الله يا رب العالمين. شهداءنا الأبرار، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم الحق به المسلمين طائعين لك يا رب العالمين، لا مبدلنا ولا مغيرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ودي الله يهدينا ويهديك. آمين. زين دخلك الجنة بلا 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 قعد. آمين. لا لي بابي. آمين. ربي يعطيك دعوة الخير بالدروب دي طاير أحسن ما طاير. آمين آمين. إن شاء الله ما تساسي ما تباصي ما تحضر معاصي. آمين. وما تخيب ما تعيب. آمين. وما تمشي تجيب. آمين. يسلكك من الديب. آمين. ويجعلك الرمانة من كل جهة ملانة. يا ربي الحمد لله. ويجعلك الحاسد يجيب من كل جهة. آمين يا رب. ويجعلك البوبال اللي يشرب كيزورك. آمين يا رب. ويجعلك سبع وعداك البوعة ويسلك من الفوعة. اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم حضرات. حضرت بس. من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. ويجعل النصر حليفك والفتح حليفك إن شاء الله، والله يعمم الفتح جميعا على الزيار جميعا، وعلى جميع الأمة المحمدية، وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. آمين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم يسر امورنا واشرح صدورنا ووفقنا لكل خير، اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر يا رب العالمين. اسال الكريم رب العرش العظيم لبلدنا الجزائر أن يحفظ الجزائر من كل سوء، اللهم احفظ الجزائر من كل سوء، اللهم احفظ الجزائر من كل سوء، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا سيء الأسقاط، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لمشايخنا، اللهم اغفر لأساتذتنا ومعلمينا، اللهم اغفر لمن له الحق علينا يا رب العالمين. أسأل الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذا البلد بلدا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أسأل الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ الجزائر بحفظه، وأن يرعاها برعايته، وأن يكون لها وليا ونصرا يا رب العالمين. أسأل الكريم رب العرش العظيم ولي أمرنا، اللهم وفقه لكل خير، اللهم وفقه لكل خير، اللهم وفقه لكل خير، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على طاعتك وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نحن مقبلون على شهر الأنوار، شهر ربيع الأنوار، مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا معه على حوض الكوثر يا رب العالمين، حتى نشرب شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا من يده الشريفة يا رب العالمين. أسأل الكريم رب العرش العظيم، ونحن مقبلون على شهر نوفمبر، شهر الثوار، شهر الشهداء، شهر الأبرار.